جامعة حلب ورغم الاعتداءات الإرهابية بقيت مركزا للعطاء والعلم واستمرت رغم الأزمة بتخريج الكوادر العلمية. هذا التقرير والتفاصيل. على الرغم من استهداف الإرهاب لمنشآتها التعليمية فقد كسبت جامعة حلب التحدي ورفدت الوطن بالآلاف من الخريجين الذين يحتاجهم الوطن في مرحلة إعادة البناء والإعمار. خلال فترة الأزمة كان هناك تخرج دفعات من الطلاب سواء في الكليات الطبية وفي الكليات الهندسية، فكان نحن عنا عدد طلاب اللي تخرجوا من الكليات الطبية الحياة ما 130 طالب في كليات طب والصيدلة وطب الأسنان، أما في الكليات الهندسية فكان عنا عدد الطلاب 1571 طالب تخرجوا في عام 15-16. لا شك أنه هناك كان عدد من الجرحى والشهداء من كوادر جامعة حلب سواء من طلاب أو موظفين أو أساتذة. القذيفة تسقط، يسقط شهيد أو يسقط جريح، يتم معالجته أو يتم الذهاب به إلى المشفى وتستمر المحاضرات بنفس اليوم، لا يوجد أي مشكلات. هذا نوع من أنواع التحدي ومن أنواع الصمود طبعا. ومع تصاعد عنف الإرهاب وإجرامه خلال السنوات الأخيرة بقي طلبة الجامعة صامدين في قاعاتهم ومخابرهم. بنتبنى شوية شعور خوف إنه من هالصواريخ، بس نحن يعني رغم هالشي كله نرجع نحن على الكلية لحتى نتعلم ونتبع دراستنا. أنا طالب دراسات عليا ومحاضر بالجامعة، ورغم هيك كملت دراستي، كملت المحاضرات تبعتي، كملت كل شيء بشكل كامل ضد الإرهاب وضد التحدي اللي هن مارسوه علينا والضغط النفسي وقذائف الحقد اللي رموه على جامعة حلب. كانت جامعة حلب هي الحضن الدافئ وهي الداعم الرئيسي لطلبة جامعة إبلة لمتابعة تحصيلهم العلمي. نشكر أول شيء جامعة حلب لأنه استقبلتنا ونحن مسافرين بدراستنا شو ما كانت الظروف. هي جامعة حلب استمرت رغم الإرهاب وانتصرت لجيش بلادها واستحقت بجدارة أن تكون جامعة الصمود. كان معكم عامر عليوي من جامعة حلب.